وهتكلم عن موضوع مهم جدا، انه احنا النهارده الحقيقه فوجئنا ببوست نازل من علياء زوجة المطرب احمد سعد، والبوست ده كان يعني بيقول كده تحديدا، هي كتبت كده: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين احمد من شويه بناء على رغبته. خلي بالكم بس من على رغبته. حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء، وحابة أقول له شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماما، وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها علشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته وما كنتش حابة أنه ينتهي. شكرا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وإنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاتك وبعدها شغلك. أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمة إن ليها قيمة ببني وببني وبضحي وبتنازل عشانها، وإنت طلعت ولا تسوى. ربنا معايا انا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت. الحقيقة هو بوست قاسي جدا، وواضح جدا انه علياء يعني محروقة كانت فيه جدا وموجوعة جدا. الست ما تعملش كده الا اذا يعني حد جاب ولعه وولع لها كده ايه في حته من جسمها او قلبها. فاحنا فوجئنا من شويه انه البوست اتشال، ودي كانت مفاجاه حلوه مش مفاجاه وحشه، وان شاء الله لعله خير، لان احنا بنتمنى للزوجين ان هم يبقوا يعني على وفاق، وخراب البيت مش سهل، ولانه علياء تستاهل فعلا، وعلشان هم عندهم بنتين، عندهم بنت عندها 3 شهور اصلا ما شاء الله، البنت صغيره. بس انا عايزه الحقيقه يعني انصحك يا احمد نصيحه، اعتبرها نصيحه اعلاميه اخت وتقدير، انه الشهره يا احمد والنجوميه والفلوس لازم تغير البني ادم، بتلعب كده ايه حواليه، طيب بتيجي كده حواليه كده وتزغلل له عينيه، ودول اصعب 3 اختيارات على فكره، يعني اصعب من بعض. واوقات على فكره ربنا بيديهم للبني ادم بيبقى اختبار، طيب بيديهم له اختبار، او ممكن يديهم له مكافاه مش ليه، مكافاه للست اللي معاه، مكافأة لبناتك مثلا. طيب انت يا احمد طول عمرك صوتك حلو، ما قلناش حاجة، ومن اجمل الاصوات، بس ما كنتش يا احمد بنجومية النهاردة. انت طول عمرك صوتك حلو، بس ما كنتش يا احمد بالشهرة اللي انت فيها النهاردة. انت طول عمرك صوتك حلو، بس ما كنتش عندك كم المعجبين والمعجبات اللي موجودين عندك النهاردة. فده يعني يعتبر، أنا بشوف إن ده يعني ابتلاء كبير، في ناس كتير بتخاف منه. أنا بشوف ناس على كراسي بتترعش وخايفة، لأنه الكرسي والشهرة والنجومية بتخوف، مخيفة، وده بيبقى اختبار حقيقي من ربنا. نصيحتي يا جماعة مش لأحمد، لكل راجل عنده واحدة ست وقفت جنبه، لما اوعى لما تعلى تديها كتف، اوعى، ربنا مش هيكرمك. ياما انا على يدي شفت في الوسط مطربين كتير اول ما طلعوا كانوا فوق في السماء، دلوقتي هم في الارض، عشان افتروا على زوجاتهم، وافتروا على اللي كان السبب، ربنا سخروا سبب في ان هم ينجحوا. والله 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 بعد ما كانوا فوق في السماء ولا حد فاكرهم ولا حد يعرف عنهم حاجة. انت يا احمد كل جمهورك عارفك، وانت معروف ومعروف من زمان، بس
اوعى تنكر ان نجوميتك زادت واختلفت بفضل الله ثم زوجتك عالية اللي نظمت لك حياتك. ده انتوا قلتوه معايا في البرنامج في الحلقة، سواء نظمت لك حياتك ماديا، مش هي صرفت عليك، لا يعني انت كنت بتجيب الفلوس كده وترميها وعشوائيا تصرف، ما لا بتخصص ده لده ولا ده لده ولا ده لده، هي نظمت لك ده، او نظمت لك حياتك الشخصية. واقول كمان حاجة، هي اهتمت بشياكتك واناقتك في اللبس. الناس كلها بتلبس بتتكلم على شياكتك دلوقتي وعلى ستايل لبسك، لانه بقى ذوقه اعلى من زمان. مش معنى كده ان انت كنتش بتعرف تلبس. انا يا احمد بنصح، انا مش قصدي اقول لك كلمه وحشه النهارده ابدا ابدا، بس انا دايما كل ما اشوفك اوصيك عليها، لان انا قعدت مع عليا كذا مره، بنت اصيله واقفه جنبك ووشها حلو عليك، وكل جمهور احمد سعد عارف ان زوجته علياء بسيوني، بسيوني مش كده يا جماعه؟ علياء البسيوني، هي وشها حلو عليك، وانت قلت الكلام ده قبل كده على فكره، ومعايا هنا في الاستوديو، في نفس الاستوديو انتوا الاثنين بعد ما اتجوزتوا جيتوا وقلتوا لي نفس، وانت قلت لي نفس الكلام، وشها حلو عليك. وكل يوم من ساعه ما قلت لي الكلمه دي يا احمد، وفعلا انا بكتشف ان علياء وشها حلو عليك اكتر من اليوم اللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله. يعني انت كل الكلام عنك دلوقتي عن نجاحاتك، كان زمان كل الكلام عن مشاكلك. هي يعني فصلتك عن ده، ولا تنسوا الفضل بينكم يا احمد، وانت ابن اصول وشهم والاصيل يا احمد ما بينساش. وما فيش شك ان صوتك من الاصوات الرائعه، انت صوتك يعني جامد جدا، لكن جمهورك حبك الفتره الاخيره في شكلك الجديد، في التابلو بتاعك اللي كل الناس شايفاه، احمد المتزوج من الزوجه الجميله دي اللي في الصوره، اللي بقى عنده بنتين جمال وكنا بنشوف صورهم وكلنا حابينك في هذا التابلو، والجمهور حبك في هذا التابلو، والجمهور عارف طبيعة وحقيقة هذا التابلو يا أحمد. علياء ساعدتك، وقفت جنبك كتير يا أحمد، ليها دور رئيسي، خلي بالك يا أحمد. وبعدين محدش يا جماعة ويا أحمد ما تجيش على ستات مصر، اوعى، دول محميين بقال البيت. انا بقولك ستات مصر محدش يجي عليهم يا جماعة. وانا بتمنى انه احمد وعليا انهم يكونوا رجعوا، والشيطان اللي ما بينهم مشي، واهل الخير يكونوا اتدخلوا، وانهم يكونوا في احلى حالاتهم. وبنتمنى لهم أسرة 90 دقيقة إن هم يكونوا على وفاق دائم، وأنت بنتمنى لك يا أحمد التقدم والتوفيق والنجاحات، وإنك تنجح أكتر وأكتر ما أنت ناجح دلوقتي، بس مش هتنجح إلا بعليا يا أحمد وبناتك اللي في البيت، وطبعا يعني بر أهلك وأسرتك اللي أنت بتعملها، اللي أنت مداوم عليها، وعليا بتشجعك على ده. دي كانت نصيحتي لأحمد وعليا، لأنه الموضوع ده شغل السوشيال ميديا على مدار اليوم الحقيقة، وكان لازم أن أنا أعلق حتى لو كانوا رجعوا لبعض، عشان أحمد تاخد بالك المرة الجاية.